وفقا لقرار وزير التربية. نحكي في الموضوع تدشيت لكتو. ضيفنا في المباشر عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي سيد أمال الرضواني. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مدام أمال، كاتب عام مساعد ولا عضو؟ كاتب عام مساعد. كاتب عام مساعد، مرحبا مرحبا لله. شكرا عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات لإذاعة الديوان. شكرا لفضلك، مرحبا بك. سيد نبيل الهواشي اليوم يعلن على أنه قرر إلغاء التفرغ النقابي. هتنفسروا ساعة الكتاب العامين للجامعات في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل كانوا يتمتعوا بالتفرغ النقابي، هكا ولا؟ إيه، ليس نبيل الهواشي من ألغى التفرغ، ولكن تم إعلانه بأن قد تم إلغاء تفرغه، علما وأنه قرار التفرغ نتاع الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي كان قرار من رئاسة الحكومة منذ سنة 2009، وكان من المفروض أنه القرار هذايا يقع إلغاءه كذلك من رئاسة الحكومة ويكون بمراسلة الجهة المعنية اللي تفاوضت مع رئاسة الحكومة في ذلك الوقت وهي الاتحاد العام التونسي للشغل. ما الإلغاء كيف جاء؟ أعرفش أقول لك، هي تم معناتها حجز الأجرة نتاع شهر جانفي. الأخ نبيل الهواشي شهر جانفي ما ثبتوش شهريته، اتصل كتب مكتوب معناتها المندوبيه الجهويه للتربيه بن عروس للاستفسار عن السبب، فتم اعلامه اليوم المكتوب صبوا نهار الجمعه اللي فاتت ولا نهار الخميس، اليوم تم اعلامه بانه راسلوه لكي يعود للعمل. لانه اللي معناتها زاد معناتها تجأنا كثيرا مما تمارسه وزاره التربيه، أنه السيد الكاتب العام للجامعة العامة تمت مراسلته في عنوانين خاطئين، زوج عناوين خاطئين وراهم له في المندوبية. تمت مراسلته لإعلانه بالعودة للتدريس في القسم، علما وأنه تعرف اللي الأخ نبيل الهواشي هو شخصية عامة، وكان من السهل معناته على وزارة التربية أن تتصل به. وكيف ما نزيد نعاود نقول أن التفرغ كان من المفروض يتم إلغاءه بإعلام الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا ما صارش. وهذايا نشوفوا فيه احنا راهو العودة للتدريس في القسم راهو شرف حمل المحضة ولباس الميدعة، هو شرف لينا وتاج فوق روسنا، وراهو نخدموا ما عندناش حتى مشكلة، معناتها ما عندناش مشكلة. التفرغ راهو حق نقابي تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين الشغلية اللي صادقت عليها الدولة التونسية، راهي ما هيش منا من الأشخاص، هي اتفاقيات دولية قوانين صادرة في قوانين شغلية من لويتي اللي هي المنظمة العالمية للشغل، اللي الاتحاد والحكومة التونسية واللوتيكا اللي هما ثلاثة أطراف يمثلوا تونس فيها، في كل عام معناتها وقت المؤتمر يحضروا فيها ثلاثة أطراف هذوما، والقوانين اللي تصادق عليهم الدولة التونسية كان من المفروض الالتزام بها، ومن بين هالقوانين هذية تمكين النقابيين من التفرغ ومن الرخص. خلينا ندخل معك شوية في التفاصيل. قلت لي من سنة 2009 بأمر من رئاسة الحكومة سيد نبيل الهواشي في تفرغ نقابي، هكا ولا لا؟ في تفرغ، اليوم معناتها 2009 من 2009 معناتها خلينا بلغتنا ما عتبش قسم، ما شدش سبورة، ما قررش لمذا في قسم. فجأة يعني توا يلزموا يرجع يقرر في وسط العام، هكا ولا لا؟ هو اليوم وقت اللي مشى للمندوبية عطاوه تسمية وقالوا له يلزمك تعود إلى المدرسة الابتدائية بالمشندية اللي تابعة ولاية بن عروس، ومعناتها باش يباشر معناتها بعد العطلة هذيا نتاع فيبري وسيعود للعمل. أي نعم، معناتها من غير لا تكوين ولا رسكلة ولا حد شيء يعني من التفرغ النقابي. لا التكوين والمراسلة هو زميل نبيل الهواشي عامل 20 سنة قسم. أي وعنده من 2009 لتوا مش عامل حتى قسم، هكا ولا؟ أي سبحان من لا يسهم، معناتها ينجم ينسى وينجم معناتها. احنا في مهنتنا ننجم ونبطاو عليها ونعاودوا نرتاح، مش هذا موضوعنا. الموضوع هو معناتها هو في فورم تو قادرا وباش يقري قسم وباش يقف على قسم بكل تفاصيله. معناتها هي وزارة التربية هنا نشوفوا فيها معناتها
أعطيها معناتها تسكر الأبواب نتاع الأقسام على مجموعة من التلاميذ فقط. احنا رحنا نحبوا نصلحوا لهم، نحكيوا على اصلاح منظومه، نحكيوا على استشاره وطنيه لاصلاح منظومه التعليم وغيره معناتها. وريتوش انتم اصلاح المنظومه، ما كنتعرفوا اصلاح المنظومه راهي تبدا بالمربي اللي هو الفاعل الاول في المنظومه التربويه. المربي تم تهميشه، تم التمثيل به، تم التشفي فيه. اجرت شهر جويليه للمربين اللي قاموا بالعمل نتاعهم الى حد الان ما خلصوش فيها رغم اللي هما قاموا بالعمل نتاعهم. احنا اللي نشوفه في هالممارسه هذه هي رساله توجه الى قطاع التعليم الاساسي باش يقولوا له رانا ما زلنا باش نواصلوا التنكيل فيك، وهي رساله كذلك لمزيد توفير المناخ الاجتماعي. في عوض المناخ الاجتماعي نصلحوه ونرجعوا للتفاوض باش نمشيوا لإصلاح المنظومة التربوية اللي هي هدفنا، وراه المعلم هو أحد أسس المنظومة التربوية إذا كان نحبوا نصلحوها. احنا ماشيين ونوتروا في المناخ الاجتماعي ونهمشوا في المدرسة ونهمشوا في المربي. المربي اللي نهمشوا ونمسوا من كرامته، ماذا ننتظر منه أن يؤدي داخل فصله تجاه أبناء الشعب التونسي؟ هذا اللي نحبوا نقولوا. نحبوا نقولوا اللي راهو في حجز، معناتها ثم حجز مرتب جانبي، معناتها فيها تنكيل إضافي بكاتب عام قطاع. تعرفوا كاتب عام قطاع يضم أكثر من 70,000 معلم، معناتها مسؤول على القطاع مجبور باش يقوم بالعمل النقابي ويتواصل مع الجهات الكل، يجي معناتها يلغيوا هالقرار هذا، قرار التفرغ اللي قلت لك معناتها راهو يتنص عليه القوانين، ماهيش منا ماهيش مزية، راهي قوانين متفق عليها تدخل في البند نتاع الحق النقابي. وقت اللي الدولة التونسية تصادق على الحق النقابي يلزمها تصادق عليه بكل تمثلاته وبكل قوانينه. يجيو معناتها يلغيو التفرغ ومن غير ما يعلموه، كان من المفروض اعلامه كما بعض الزملاء، عندنا زملاء كانوا ياخذوا في رخص نقابيه وقت اللي اعلموهم وقالوا لهم راه ما عادش باش نقبلوا الرخص النقابيه اللي ترجعوا تخدموا رجعوا يخدموا. معناتها الجمعه في الجامعه العامه للتعليم الاساسي او الثانوي لا للتفرغ النقابي ولا للرخص النقابيه، متى ستجتمع الجامعات في ظل القرارات الجديدة اليوم لوزارة التربية؟ في العطل ولا في نهاية الأسبوع ولا كيفاش باش تصرفوا معناتها اليوم؟ في نسأل في هذا السيد وزير التربية الذي تمتع بالتفرغ النقابي لفترة تجاوزت 15 سنة. وزير التربية كان متمتع معناتها بالتفرغ النقابي. نعم كان متمتع، وحتى كيف خرج من الاتحاد مقبل ما يشد الوزارة بقى عام وهو متفرغ. هو خارج الاتحاد العام التونسي شوف. دونك نطرح السؤال عن السيد وزير التربية، نطرحوه. سيد محمد علي البغديري الوحيد اللي نجم يجاوب، كان يسمع فينا نجم يجاوب بالطبيعة. كاتب عام لجامعة عامة، كيف له أن يمارس حقه النقابي اللي نص عليه الدستور؟ الدستور التونسي نص على الحق النقابي. والحق كما قلت لك راهو كيف يقول ينص الدستور على الحق النقابي، راهو الحق النقابي فيه العديد من النقاط، من بينها النقاط هذه هي التمتع بالرخصه النقابيه لاداء مهام نقابيه والتفرغات النقابيه. احنا في جامعه فيها 11 عضو عندنا تفرغ واحد للاخ الكاتب العام فقط. والبقيه رخص نقابيه. البقيه مش الكل رخص نقابيه، البقيه كلها تخدم. كلهم يخدموا، كانوا زوز بركه يتمتعوا برخص نقابيه، كانوا زوز اعضاء فقط ياخذوا رخص نقابيه، وعادوا الى العمل منذ معناتها شهر اكتوبر. واضح مدام مالي فضلك كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي سيدة مالا الرضواني، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها. نوصل معكم لقاءنا نحكيو على معمل السكر بجندوبة، هذا المعمل المتوقف عن العمل لمدة تصل إلى سنتين.